Kyrie eleison amoini mare nostren te te leia Ases o ave te viot ne lucirin en bebne Mares o ave en orma Sebres deia kerene Maria ti cerom di e Cerene Maria e nuo cerene O web cerene Maria smap en dies O web cerene خلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب مرضى شعبك يا رب رحم عهدهم بالمرحمة والرأفة تشفيهم انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم وروح الأمراض اطرده الذين أبطفهم مرض قم عزهم الذين في السجون أو مطابقة والنافية والساب مقبود عليهم في عبودية مرتين يا رب اعتقهم جميعهم وارحمهم تحل المربوطين وتقيم الساقطين يا رجاء من ليس له رجاء يا معين من ليس له معين يا عزاء صيد القلوب من يدينا في العاصف كل أنفس الموضة مقبوض عليا أعطى رب راحة أعطى نعمة أعطى برود أعطى خلاصا أعطى يا رب وفن خطاياها وآثامها نحن أيضا أمراض نفوس نشفها والتي لأجساد نعافها لأنك أنت بالحقيقة أمراض نفوسنا وأجسادنا يا مدبر كل ذي جسد تعهدنا بخلاصك يا رب رحم بتل كل بربنا ولنا ومخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب صعاب وشقر بذن يقدم لك كرامة ومجد لاسمك القدوس يا رب رحم اقبلها إليك على مذبحك الناطق السماء رحية بخور تدخل حضرتك بواسطة ملائكتك وملائكتك الأطهار وكما قبل تقدمتها بالصديق وذبيحة أبينا إبراهيم وفلسي الأرملة هكذا ظهر عبيدك أصحاب القير وأصحاب الكثير الخفيات والظاهرات الذين يريدون قدموا لك وليس لهم والذين قدموا لك هذه قرابين هذا اليوم أعطهم الباقيات عود الفانيات الأبديات عود الزمنيات
بيتهم مخازنهم لأمن كل الخيرات. أحطهم يا رب قوة ملائكتك ورأس ملائكتك الأطهار، وكما ذكروا اسمك على الأرض اذكرهم في ملكوتك، وفي هذا الدهر لا تتركهم عنك. يا رب ارحم. فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في الأعلى والأرض السلام، وبالناس المسرة نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق بمجدك نشكرك من أجل عظم مجدك. أيها الرب المالك على السماوات، الله الآب ضابط الكل، والرب الابن الواحد الوحيد يسوع المسيح والروح القدس. أيها الرب الإله حمل الله ابن الآب رافع خطية العالم ارحمنا. يا حامل خطية العالم اقبلت الباطنة إليك. أيها الجالس عن يمين أبي ارحمنا. أنت وحدك القدوس، أنت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح والروح القدس. مجدا لله الآب أمين. أباركك كل يوم وأسبح اسمك القدوس إلى الأبد وإلى أبد الأبد أمين. منذ لي روحي تبكر إليك يا إله، لأن أوامرك يا نور على الأرض. كنت أتلو فتركك لأنك صرت لي معينا. باكرا يا رب تسمع صوتي، بالغداء أقف أمامك وتراني. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي لا زال يموت لا زال ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي لا زال يموت لا زال قائما من الأموات وروح صعد على السماوات ارحمنا. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب استقم مجد شعبك فيهم مجلس ما قدوس أبانا أخواتنا الذين رقدوا يا رب نحن نفوسهم. يا من هو برقة يا رب ارحمنا، الذي برقة يا رب عنا قبلت باطنا إليك، لأن لك المجد رأس تقديس المثلث. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفايتنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر أيضا المذنبين إلينا. فين بخريستوس يسوس بن شويس امين الليلويا. السلام لك نسالك يا تقدس الممتلئ مجد العذراء كل حين والمسيح. اسعدي صلواتنا الى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولت لنا النور الحقيقي المسيح والهنا العذراء القديسه. اسال الرب عنا ليصنع رحمه مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. ايتها العذراء مريم وانتو القديسه الشفيعه الامين الجنس البشريه. اشفع فينا امام المسيح الذي ولدتيه لكي ينم لنا غفران خطايانا. اليامة من ناقية التي نادت في أرضنا وأينات لنا سمرات الروح. الروح المعزية الذي حل على ابنك في مياه الأردن كمثال نور. لأن تلك الحمامة هي بشرتنا بسلام الله الذي صار للبشر. وأنت أيضا يا رجاؤنا اليامة العقلية أتيت لنا بالرحمة وحملت في بطنك. أي يسوع المولود من الأب ولد لنا منك وحرر جنسنا. فلنقل هذا من قلبنا أولا وبعد ذلك بلساننا أيضا صارخين قائلين. يا ربنا يسوع المسيح اجعل لك فينا هيكلا لروحك القدوس يعطيك تمجيدا. شيريني اوتي فارسينو سيورو من اليسيني شيرب شوشون تبين جنوس ركبون امانوين. دنتي اواري بمبيو تبرو ساتي سيتنوت نارم بن شويسوس بخريسوس دفكان النوبي ناني بول. إذا ما قالوا الليلويا يتبعهم السماويون قائلين قدوس امين الليلويا المجد هو لإلهنا. اشفعوا فينا أيها العساك الملائكية والطغمات السمائية ليغفر لنا خطايانا. الرب يسوع المسيح اختار رسله وهم بطرس واندراوس ويوحنا ويعقوب وفي لبس ومتى وبرسلماوس وتوما ويعقوب ابن حلفا وسمعان القناوي وتداوس ومتياس وبولس ومرقس ولوكا وبقية التلاميذ الذين تبعوا السيد متياس الذي صار عوضا عن يهوذا وكامل بقية التلاميذ الذين
تبع السيد خرجت أصواته من وجه الأرض كلها وبلغ كلامهم إلى أقطار المسكونة اطلبوا من الرب عنا يا سادات الأب الرسل الاثنان والسبعون تلميذ ليغفر لنا خطايانا كابانا مرقس الرسول والإنجيل الشهيد لآلام الإله أتيت ونرت لنا بإنجيلك وعلمتنا الأب والابن والروح القدس أخرجتنا من الظلمة إلى النور الحقيقي وطعمتنا خبز الحياة الذي نزل من السماء تباركت بك كل قبائل الأرض وأقوالك بلغت إلى أقطار المسكونة السلام لك أيها الشهيد السلام للإنجيل السلام للرسول أبونا مرقس نظر الإله اطلب من الرب عنا يا نظر الإله الإنجيلي ماري مرقس الرسول يغفر لنا خطايانا المصباح المنير في الفيوم وكل مس من أجل عجيب وآياته ومحبته للمسيح اطلب من الرب عنا يا بان القديس العظيم أنبا أبراهام أسقف الفيوم ليغفر لنا خطايانا سل إكليل الجوهر صديق السواح والأبرار والأنبياء الذين تبعوا سيدنا المسيح هو الأنبا أبراهام أسقف الفيوم أرى الحقيقي معلم الفضائل داود أعلمنا بالحقيقة أنه توبى للذي تفهم في أمر المسكين والفاقر والله يخلصه مثل أبونا إبراهيم أبو إسحاق ويعقوب أحببت الرحمة وأكملت الوصايا تعودت الشهادة للحق وتعودت الأكل مع الفقراء باتضاع عظيم أحببت رعيتك محب الأرض يبحثوا عن أبنية جديدة لكنك بنيت في السماء أبنية سمائية كم هي عجائبك شافت المرضى تنبأت بالعظائم وأخرجت الشياطين صرت لنا قدوة بسرتك الطاهرة بالمحبة والرحمة والشهادة للحق اطلب من الرب عنا يا بنا القديس العظيم الأنبا أبراهام أسقف الفيوم ليغفر لنا خطايانا كوني أنت ناظرة لنا في المواضع العالية التي كائن فيها يا سيدتنا كلنا والدة العذراء كل حين اسأل الذي ولدتي مخلصنا الصالح أن يرفع عن هذه الأتعب ويقرر لنا سلامه السلام لك يا أيتها العذراء الملكة الحقيقية السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل نسألك اذكرينا يا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا نعظمك يا من نور الحقيقة نمجدك يا عذراء قديسة والد الإله لأنك ولدت مخلص العالم وتقلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل قليل الشهداء تهليل الصديقين سبات كنائس غفران الخطايا نبشر بالثلاث القدوس ولا واحد نسجد لها نمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقه نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاص تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بلاطس البنطي تألم وكبر وقام بين أموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحكم نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية أحد مغفرة الخطايا تنجوش تيفول قايت انت يا ناستا انت نيرف موت نمبيون خنت بيئون اسنيو آمين اللهم ارحمنا قل لنا رحمة وترأف علينا آمين واسمعنا آمين باركنا واحفظنا وأعيننا آمين
ارفع غضبك عنا وافتقدنا بخلاصك واغفر لنا خطايانا. مين كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل أطهار المكرمين قائلا نبيانا بارا كثيرين اشتهوا يا رب ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعوا ولم يسمعوا أما أنتم فطوب عنكم لا تبصر ولهذلكم أنها تسمع فلنسحق أن نسمع ونعمل بنجيلك المقدسة بطلبات قديسيك صلوا من أجل الإنجيل المقدس يا رب رحم. أشكر أيضا يا سيدنا كل الذين أوصوا نذكرهم في صلاة البطن ارفع عليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقد يا رب نريحهم مرضى شعبك اشفيهم أنت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجاءنا كلنا وشفاءنا كلنا وقيامتنا كلنا قفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل بحسب ما كتبه ماري يوحنا البشير بركاته على جميع آمين. من ترتيل مزامير معلمنا داود النبي الملك الطاهر بركاته على جميع آمين. رتلوا ليلانا رتلوا رتلوا لمالكنا رتلوا لأن الرب هو ملك الأرض كلها رتلوا بفامي هللويا مبارك ولاتي باسم الرب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق فرأت الحجر مرفوعا عن باب القبر فأسرعت وجاءت إلى سمعان بطرس وللتلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه وقالت لهما قد أخذوا سيدي من القبر ولست أعلم أين وضعوه فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتي إلى القبر وكان يسرعان كلاهما معا فركض التلميذ الآخر وسبق بطرس وتقدم أولا إلى القبر وتطلع داخلا وراء ثياب موضوعة ولم يدخل ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر ونظر الأكفان موضوعة والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الثياب بل ملفوفا وموضوعا في ناحية وحده فحينئذ دخل أيضا التلميذ الآخر الذي جاء أولا إلى القبر فرأى وآمن لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي له أنه يكون من بين الأموات فمضى التلميذان أيضا إلى موضعهما أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي وفيما هي تبكي تطلعت داخل القبر فأبصرت ملاكين جالسين بلباس بيض واحد عند رأسه والآخر عند رجليه حيث كان جسد يسوع موضوعا فقال لا يا امرأة ما بالك تبكين فقالت لهما أنهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه ولما التفت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع فقال لها يسوع يا امرأة لماذا تبكين ومن تطلبين فظنت تلك أنه حارس البستان فقالت له يا سيدي إن كنت أنت قد حملته فأعلمني أين وضعته وأنا آخذه
قال لها يسوع يا مريم. فالتفتت تلك وقالت له بالعبرانية ربوني الذي تفسيره يا معلم. قال لها يسوع لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني صاعد إلى أبي الذي هو أبوكم وإلهي الذي هو إلهكم. فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنها قال لها هذا. والمجد لله دائما. يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا وعافنا واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لنا أيضا المذنبين، إلينا ولا تدعنا في تجارب لكن نجينا من الشرير. قم بخريستوس إيسوس بين شويس Nobion so kirie. Irini posi. أيها السيد الرب يسوع المسيح، كلمة الروح هذا الذي قطع ربط خطيئنا، نفى وجود تلاميذ القديس الوسطى مقيمين قائلين بروح قدس، من غفرت من خطيئة غفرت من أمس وأمس. أسألك يا سيدنا إخوتي وضعفي محين برؤوسنا، أرزقنا رحمتك وقطع ربط خطيئنا. كنا أخطاء ليك يا رب، شيء بعلم غير علم، جاز على القلب، قول فكر بسائر القلب، بجميع الحواس، أنت عالم بضعفنا. اللهم اعف غفران خطايانا، باركنا، طهرنا، حللنا وحال شعبك. مين كريالايسون 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 امين الليلو يا زوك سابتري كي يوكي عجيوم هيم Mojo ben choice isos bechresos is moania irinted ve mare beknainem tekirini oyen soften bekleos sotemono onainan kirieleison kirie. Amin et moerois timetania konie volgo embiesmo. Christus ben nuti. Amin es eshobi. Elena melek salam, a'tana salam, aqarna salam, aqfalan khatayana. لك مقول مكتب امين، واجعلنا مستحقين قول بشكر. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا واعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لك المرفق والقوه والمجد للابد امين. تن اوشتي امفيو Ot entebi الساعة الثالثة. استجيب لك
استسلم كل محرقاتك. هؤلاء مركبات ولا بخيل. أعظمك ربا صحت ناجحين نفسي يا رب. أولتنا وحي إلى فرح حللت مسيحي وتطني صور. سبح رب الفتيان مزامير الساعة السادسة. اللهم باسم خلصني بقوتك احكم لي. رديت يا رب على ارضك غفرت اثام شعبك. انت أنك أنت رب قد ملك ولبس الجلال ربس القوة تمنطق بها صوت الرب عيد أهارك يا رب. دكسوس روسيم على ماري لو حنا بشتي مصدر بركات وعلى جميعنا امين. متكئ المعز روح القدس الذي سيرسل الاب باسمي فهو يعلمكم كل شيء وذكركم بكل ما قلت لكم. سلامي اترك لكم سلامي انا اعطيكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لاني امضي الى الابد الى ابي اعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد لأن رئيس هذا العالم آت وليس له فيها شيء. لكن لكي يعلم العالم إني أحب أبي كما أوصاني أبي هكذا أفعلكم وننطلق من هنا. أنا هو الكرمة الحقيقية وأبا الكرام وكل غصن فيها لا يأتي بثمر يقطعه وكلما يأتي بثمر نقيل يأتي بثمر أكثر. وأنتم في قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيه وأنا أيضا فيك والمجد لله دائما أمين. تروش من شخص نفس المثواب جاكتون كستم من أن أنظر القدوس رب ساتي مجد القدسين ورسق المكرمين في الساعة الثالثة. هذا لا تنسى أن الصالح لأنك سجد فحشانا قلبا نقي نخلف فيه غضب روح مستقيم من جدد فيه أحشائي. لا تحرمني من قدامك روح القدوس يا رب لا تنزعه مني. أيها رب سأقول سكة من القدس يا رب سكة المكرمين في الساعة الثالثة. هذا لا تنزعه من قدامك أحشانا يا ربنا يسوع مسيحنا الكلمة روحا مستقيما موحيا روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة. أيها القاضي على كل شيء لك أنت غدي نفوسنا يا مولدي لكل إنسان آتي على مرحمنا. كينين كعيك سوسيون أصطونيون آمين. أنت كما حقني الحمل عن قود الحياة نسألك أنت العمام مع رسمنا خلاص نفوسنا. مبارك رب دانا مبارك رب يوم يوم طريقنا لأنه لا خلاصنا. كينين كعيك سوسيون أصطونيون آمين. أيها المسيح أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالك كل كنز الصالحات ومعطي الحياة هلما تفضل وحلوا فينا وطهرنا من كل دنس. أيها الصالح وخلص نفوسنا. دكسى باتريك أيوكي عجيب نغماتي كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. كنين كعيك سوسيون أصدر إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا ولدة الإله أنت هي باب السماء افتحي لنا باب الرحمة. قدوس الله قدوس القوى قدوس الحي لازال ومتى لازال ونعذر أرحمنا. قدوس الله قدوس القوى قدوس الحي لازال ومتى لازال صلب عنا أرحمنا. قدوس الله قدوس القوى قدوس الحي لازال ومتى لازال قوى من أموات وصعد إلى السماوات أرحمنا. مجد للآب والإبن والروح القدس الآن وكل آن ودار الدور أمين. يا ثالوث القدوس ارحمنا يا ثالوث القدوس ارحمنا يا ثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا سامي يا رب اغفر لنا مرضى شعبك شفيهم. ابانا اخواتنا الذين رقدوا يا رب نحن نفوسهم يا من هو بلا خطيئة يا رب ارحمنا. الذي بلا خطيئة يا رب نقبل طلباتنا اليك لان لك المجد والعز التقديس المثلث. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. امين في السماوات.
بقصاصيوس ونجمع عليها مريم التفشتين بصلاه بركاته على جميع النائمين. فلما ابصر الدموع صعد على الجبل وعندما جلس تكلم تلاميذه وفتح فاعلمهم قائلا طوبى للمساكين بروحنا الى ملكوت السماوات طوبى للحزناء وهم يتعزون طوبى للرضعاء لانهم يشتون الارض طوبى للجائع والعطاش الى البر لانهم يشبعون طوبى للرحماء لانهم يرحمون طوبى لانقى القلب لانهم يعانون الله طوبى لصانع السلام لانهم يدعون ابناء الله طوبى للمطرودين من اجل البر لانهم ملكوت السماوات طوبى لكم اذا طردوكم وعايروكم وقالوا فيكم من اجل كرة شر كاذبين افرحوا واعطوا الله رب العظيم في السماوات فانه كذا طرد الانبياء الذين كانوا قبلكم انتم ملح الارض فاذا فسد الملح فما زال الملح لا يصلح بعد الشيء يحرق جنودسه الناس انتم نور العالم لا يمكن ان تقفى مدينه كائده على جبل ولا يقودون سراجا ويضعونه تحت المكيال بدا يضعونه على المناره فليدينه كل من في البيت هكذا فليدينوهكم قدام الناس لكي يرى عملكم الصالح فيمجدوا لكم الذي في السماوات والمجد قال بسلام برزوس المثواب جاءكم كسوتي امونا ينهون يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة فمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجاسر عليها بني آدم في الفردوس مزق خطايانا أيها المسيح إلينا ومخلصنا أنا صرخت إلى الله والرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشية وباكرا ووقت الظهر كلامي أقول فاسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيدك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحيية وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السماوية كرأفتك كينين كعيك سوسيون صونيون آمين إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والدة الإله العذراء لأن كثيرة هي شفاعتك ومقبولة عند مخلصنا أيتها الأم الطاهرة لا ترفضي الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك لأنه رحوم وقوم قادر على خلاصنا لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رأفتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس كنين كعيك سوسيون سونيون آمين سنتخلص فصل الأرض كلها يا المسيح لنا عندما وصلت يدك الطهرتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب نسجد شخصك غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا لأنك من مشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك كنين كعيك سوسيون أسطونيون آمين أنت هي ممتلئة النعمة يا والدة الإله العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحقنا الحياة الأبدية ولنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير المائد المسيح إلهنا نعظمك يا أم النور الحقيقة ومجدك أطر عزراء قديسة ووالد لا لنا نخبط لنا ونخلص العالم وتخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل وكليل الشهداء تأليل الصديقين سبات الكنائس وفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس رأيت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله لا يبدأ كل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساو الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا لازم من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء تأنى الصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي أيضا يأتي في مجدي لدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحن البسط من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين كريا لايسون كريا لايسون يا رب ارحم كريا لايسون كريا لايسون يا رب ارحمنا كريا لايسون كريا لايسون اسمعنا وارحمنا كريا لايسون كريا لايسون يا رب ارحمنا
كريا ليسون رحمنا يا الله صون كريا ليسون يا رب رحم يا الله كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا كريا ليسون كريا ليسون رحمنا يا الله كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون مجد كرام ارحمنا لا اله الا انت كل يا سرس القدوس ارحمنا يا رب الاله القائد كن معنا لانه ليس لنا ما يمشينا ولا قاتنا سواك حل واغفر واصفح لنا الله عن سيئاتنا لا تصنعنا بارادتنا ولا تصنعنا بغير ارادتنا لا تفعلنا بمعرفه ولا تفعلنا بغير معرفه الخفيه والظاهره يا رب اغفرها لنا من اجل اسمك القدوس الذي دعا علينا كرحمتك يا رب ولا اسقاطينا يا بادي في السماوات اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين سيح صار ربنا لك مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس سلاما وبنيان لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع رسول أمين فكر ربي الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة فضلت عنها والذين قدموا يا رب هللويا فاي بيبي او طيب شوي سامي فزمرعوت جبنة بيوب بندو كراتور فزمرعوت جو مغنيس شيري يسوس بخريستوس بن شويس فزمرعوت جب ابن بماي ثواب فاركليتون القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدوس امين مبارك الرب الاله الى الابد يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركوا جميع الشعوب لان رحمته ثبتت علينا وحق الرب يدوم الى الابد امين هللويا دوكسا باتريكي اوكي عجيب نغماتي كنين كاي كيستوسي اوناستوني اونون امين
هللويا شليل بيبروس اف كيستوس ايرني باسي ايتوم نرماتي نشكر صانع الخيرات الرحوم الله بربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه سترنا وعاننا وحفظنا وقبلنا إليه أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. وأيضا فلنستعين يحفظنا في هذه المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام من الضابط الكل الرب إلهنا يا رب رحم أيها السيد ربي لا ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نشكرك يا رب على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك اشفقت علينا يا رب وعضدتنا واتيت بنا إلى هذه الساعة اطلبوا لك يرحمنا الله ويترف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا يا رب رحم من أجل هذا نطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذه المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار قيام العداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة موضعك المقدس هذا أما الصلحات والنفعات فزقنا إياه لأنك أنت رب أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو الشعب أضعف يكون محذلين من الثالوث الأقدس الآب الابن الروح القدس الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية الاثنى عشر رسولا من فم ناظر إليه مرقو سوتر والشهيد والبطير قديس ساويروس ومعلم بدسقورس وغيث الناس الرسولي وقديس بطرس إذا كان خاتم الشريعة قد عزمان مقدس غروس من أفوال 318 موقتين بناقم 150 بقوسين أفسابين مكامد ورساني أم بدين فم حقار واسم القدوس الآب Yes, amen. Shori en
يوسف هو القارية Oh,
بولس من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. بركاته على جميعنا أمين. أشكر إلهي أني أتكلم بألسنة أكثر من جميعكم، ولكن في الكنيسة أريد أن أتكلم 5 كلمات بذهني لكي أعلم آخرين أيضا أكثر من 10,000 كلمات بلسان. أيها الإخوة، لا تكونوا أولادا في أذهانكم، بل كونوا أولادا في الشر، وأما في الأذهان فكونوا كاملين. مكتوب في الناموس إني بزوي ألسنة أخرى وبشفاء أخرى وسأكلم هذا الشعب، ولا هكذا يسمعون لي يقول الرب. إذن الألسنة آية لا للمؤمنين بل لغير المؤمنين، أما النبوة فليست لغير المؤمنين بل للمؤمنين. فإن اجتمعت الكنيسة كلها في مكان واحد وكان الجميع يتكلمون بألسنة، فدخل عاميون أو غير مؤمنين فألا يقولون إنكم تهزون، ولكن إن كان الجميع يتنبؤون فدخل أحد غير مؤمن أو عامي فإنه يوبخ من الجميع، يحكم عليه من الجميع، وهكذا تصير خفايا قلبه ظاهرة، وهكذا يخر على وجهه ويسجد الله مناديا إن الله بالحقيقة فيكم. فما هو إذن أيها الإخوة متى اجتمعتم؟ فكل واحد منكم له مزمور، له تعليم، له لسان، له إعلان، له ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. إذ كان أحد يتكلم بلسان فإثنين أو على الأكثر 3 وبترتيب، وليترجم واحدا، ولكن إن لم يكن مترجما فليصمت في الكنيسة وليكلم نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم 2 أو 3 وليحكم الآخرين، ولكن إن أعلن للآخر جالس فليسكت الأول، لأنكم تقدرون جميعا أن تتنبأ وواحدا واحدا، ليتعلم الجميع وتعزى الجميع، وأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء، لأن الله ليس إله تشويش بل إله سلام. نعمة الله الآن فلتحل على أرواحنا جميعا. أتكلس لكم من رسالة يوحنا الرسول. بركاته جميعنا أمين. الشيخ إلى غايس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق. أيها الحبيب، في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما إن نفسك ناجحة، لأني فرحت جدا إذ حضر إخوة وشهدوا بالحق الذي فيك كما إنك تسلك بالحق. ليس لي فرح أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. أيها الحبيب، أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الإخوة وإلى الغرباء الذين شهدوا بمحبتك أمام الكنيسة، الذين تفعل حسنا إذ شايحتهم كما يحق الله، لأنهم من أجل اسمه خرجوا وهم لا يأخذون شيئا من الأمم. فنحن ينبغي لنا أن نقبل أمثال هؤلاء
لكي نكون عاملين معهم بالحق. لا تحبوا العالم ولا الأشياء اللي في العالم، العام يمضي وشهده معه، واسمع إرادة الله تقوم إلى الأمين. فصل من قصص أبانا الحوارين المشمولين بنعمة الروح القدس بركة صلواتهم وطلباتهم فلتكن معنا دائما يا أبائي وأخواتي أمين. ولما صعد بطرس إلى أورشليم خاصمه الذين من أهل الختان قائلين إنك دخلت عند رجال غلف وأكلت معهم. فابتدأ بطرس يخبرهم بأمره قائلا إني كنت في مدينة يافا أصلي فرأيت في غيبة رؤيا إناء هابطا من سلكتان عظيم ومدلى من السماء بأربعة أطراف وجاء إلي فهذا التفت إليه وتأملت فيه فرأيت ذوات الأربع في الأرض والوحوش والدبابات وطيور السماء وسمعت صوتا يقول قم يا بطرس اذبح وكل فقلت حاشا لي يا رب لأنه لم يدخل فمي قط شيئا نجسا أو دنسا
فأجاب الصوت مرة ثانيتان من السماء قائلا إن ما يطهره الله فلا تنجسه أنت. وكان هذا على ثلاث مرات، ثم رفع ثانية كل شيء إلى السماء أيضا. وإذا في الحال بثلاثة رجال وقفوا على باب البيت الذي كنت فيه مرسلين إلي من قيصرية، فقال لي الروح انطلق معهم غير مرتاب في شيء، وجاء معي أيضا هؤلاء الإخوة الستة. فدخلت إلى بيت الرجل فأخبرنا كيف رأى الملاك في بيته قائما وقائلا له ارسل إلى يافا رجالا واستدعي سمعان الذي يدعى بطرس، وهذا يكلمك بكلام به تخلص أنت وكل بيتك. فلما ابتدأت أتكلم حل الروح القدس عليهم كما حل علينا نحن أيضا في البدء. فتذكرت كلام الرب كيف قال إن يوحنا عمد بماء وأما أنتم فستعمدون بالروح القدس. فإن كان الله قد أعطاهم الموهبة كما لنا أيضا بالسوية مؤمنين بالرب يسوع المسيح، فمن أنا حتى أمنع الله؟ فلما سمعوا ذلك سكتوا وكانوا يمجدون الله قائلين إذ أعطى الله الوثنيين التوبة أيضا للحياة لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة يا أبا وأختي أمين. المبارك في هذا اليوم من سنة 72 ميلادية أستشهد القديس توما أحد الاثنى عشر رسولا الذي قال له التوأم ولد بالجليل واختاره المخلص التلمذة فتبعه لزمه معلمه واستمع إلى تعليمه ورأى معجزاته. كان وفيا مخلصا شجاعا محبا للمعرفة باحثا مدققا لا يقتنع إلا بعد بحث ويوقن إلا بعد فحص ومعاينة. ظهر إخلاصه حين كان سيد المسيح مزمعا أن يقيم لعازر، وكان التلاميذ يعلمون أن اليهود قد عزموا أن يعرقت للمخلص. فقال توما نذهب نحن أيضا كي نموت معه. وهو الذي سأل السيد بعد العشاء قائلا يا سيد لسنا نعلم أين تذهب فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة. ولما ظهر رب بعد القيامة في علية صهيون كان توما غائبا، وعند حضوره قال له قد رأينا الرب. فقال إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع أصبعي في المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. وبعد ثمانية أيام ظهر له الرب أيضا وقال لتوما هات أصبعك إلى هنا وأبصر يدي وهات يدك وضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمنا بل مؤمنا. أجاب توما وقال له رب إلهي. قال له يسوع أنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى الذين آمنوا ولم يروا. قد ظهر الرب لتوما أيضا على شاطئ بحر طبرية ولست آخرين من التلاميذ، وحضر توما أيضا صعود المخلص مع التلاميذ ورجع معهم أورشليم وبقي معهم حتى حل روح القدس عليهم في يوم الخمسين. ثم انطلق يبشر في فلسطين والعراق وبلاد العرب وفارس. في فارس التقى المجوس بالمجوس الثلاثة وعمدهم فعاونوه على نشر الإيمان المسيحي في بلادهم. وبأشاد روح القدس قامت الداوس أحد السبعين رسولا الذي كان مرافقا لتوما ومضى إلى الرها حيث شفي أبجر ملك الرها وبشر هناك بالمسيحية واستشهد. أما توما فمضي إلى الهند. وقال يقال إن توما باع نفسه كعبد لكي يصل الهند سنة 52 ميلادية، وهناك أهداه سيده إلى الملك الذي أحبه لحكمته وعفته مما ساعده أن يقوم بجولات كثيرة تبشيرية في أنحاء الهند. وبعد أن قام القديس توما بتأثير كنائس عديدة أراد أن يرجع إلى وفتقد الكنائس التي أسسها، فرأى فوق أحد الجبال جماعة من الملائكة قال له أسع وقبل جسد الإله الذي كان يحملوه. وبعد أن تبارك من جسد الطهر سقط زنار الذي كان جسد مربوطا به فأسع والتقطه وقبله مجدا الله. ولما وصل أورشليم بعد جارة تفقدية طلب أن يرى القبر الذي دفنت فيه العذراء. ولكي يظهر توما عظمة معجزة صعود العذراء جسد العذراء تظاهر بأنه لا يصدق أنها ماتت مثال البشر وطلب أن يرى جسدها. فلما رفعوا الحجر لم يجدوا شيئا فخاف الكل غير أن توما تشرح لهم كيف تبارك من جسد العذراء وراهم زنار. وبعد فترة عاد توما إلى الهند وقضى فيها 20 سنة ونحو 72 سنة. كان قد زاد عدد مليء أمانه بالمسيحية لما أثار كهنة الوثنيين فنهوا على قديس توما طعنا بالحراب ثم قتلوه. قام المسيحيون بدفن جسده في مدينة مليابور.
كما أن هناك جبل بالقرب مدينة مدراس بالهند يدعى جبل توما، ولا يزال جسد القديس إلى هذا اليوم هو شفيع المسيحيين الهنود، والكنيسة القنادية الأرثوذكسية تتبع كنيسة السوريان لتفق مع إيماننا في الإيمان، كنيسة في الإيمان. صلاة القديس تكون معنا، وربنا المجد دائما أبديا آمين. Agios athanatos o ek parthenogenetis eleison imes. Agios, o Theos, Agios, Yesheros, Agios, Athanatos, o Anastas, Ekton, Nekaron, Ke Anelson, Yestos, Uranos, Eleison, Imadoxe. Ketob neumati so. السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل أطهار المكرمين قائل أن نبيانا بارا كثيرين اشتهوا أن يروا أنتم تنون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعوا ولم يسمعوا، أما أنتم فطوب عنكم تبصر، ولذلك أنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأن جيلك المقدسة بطالبات قديسيك. يا رب ارحم. اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أوصوا نذكرهم في سؤالات البطن، نرفع إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى يشفيهم، أنت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجاؤنا كلنا وشفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا. قفوا بمخافة الله
وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع مزامير تراتيل معلمنا داود النبي الملك الطاهر بركاته على جمعنا امين. فلتسجد لك الارض كلها وليرتل لك. هللوا له يا كافة الارض رتلوا لاسمه مبارك هو الآتي باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. إلى الأبد يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس فاقتاده الروح في البرية 40 يوما يجرب من إبليس ولم يأكل شيئا في تلك الأيام ولما تمت جاع أخيرا وقال له إبليس إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا فأجابه يسوع قائلا مكتوب أن ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله ثم أصعده إبليس إلى جبل عال وأراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان وقال له إبليس لك أعطي هذا السلطان كله ومجده لأنه إلي قد دفع وأنا أعطيه لمن أريد فإن سجدت أمامي يكون لك الجميع فأجابه يسوع وقال له اذهب عني يا شيطان إنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد ثم جاء به إلى أورشليم وأقامه على جناح الهيكل وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا إلى أسفل لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك وأنهم على أياديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك فأجاب يسوع وقال له أنه قيل لا تجرب الرب إلهك ولما أكمل إبليس كل تجربة فارقه إلى حين والمجد لله دائم
خن اومس ميني از او بنت باي اهو بي اوي بي اوي كاتا فراني من راتي انت بخريستوس صبح مب شوي سري يقولون شوي سنيوتي ان ابوستولوس نمب سبي انتني ماثيتي سنتبكن النوبي نانيبوس بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بلاط البنطي تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس له انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة أموات وحياة الدهر الآتي آمين شليل بيبروزف كيستا سيتي إيرني با يتوبنا الماتي الصوم يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي ابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام هذه من السماوات هذا الذي أجناد ملائكة مجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي على الأرض السلام في الناس المسارة صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا رب رحم بمسطرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك طهرنا من كل دنس من كل غش من كل رياء من كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا كلنا مستعقين يا سيدنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهب تغير الميتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا
قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على هذا الرسم. قفوا بخوف ورعدة وإلى الشرق انظروا ننصت بشفاعة والدة الإله القديسة مريم. الرب مع جميعكم ومع روحك أيضا. أين هي قلوبكم؟ مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكان السيد رب الحق كان قبل الدهور والمالك الأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعين الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى ما لا يرى الجالس على كرسي مجده والمسجود له من جميع قوات المقدسة. أيها الجلوس كفوا الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة الرئاسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوات. وإلى الشرق ينظر أنت والذي يقف حوله الشاروبيم الممتلئون عيونان والسيرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام غير سكوت قائلين. الشيروبيم يسجدون لك يمجدونك صارخين قائلين السماء والأرض مملوءة من مجدك الآن. قدوس
قدوس أنت أيها الرب وقدوس في كل شيء وبالأكثر مخطأ نور جواريتك وغير موصوفة هي قوة حكمتك وليس شيء من النطق يستطيع أن يحد لجة محبتك للبشر خلقتني إنسانا كمحب للبشر ولم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي بل أنا المحتاج إلى ربوبياتك من أجل تعطفاتك الجزيلة كونتني إذ لم أكن قمت السماء لي سقفا ثبت لي الأرض لأمشي عليها أعطيتني من أجل ألجمت البحر من أجل أظهرت طبيعة الحيوان أخضعت كل شيء تحت قدمي لم تدعني معوزا شيئا من أمور كرامتك أنت الذي جبلتني ووضعت يدك علي ورسمت في صورة سلطانك ووضعت في موهبة النطق وفتحت لي الفردوس لأتنعم أعطيتني علم معرفتك أظهرت لي شجرة الحياة وعرفتني شوكة الموت غرس واحد نهيتني أن أكل منه هذا الذي قلت لي لا تأكل منه وحده فأكلت بإرادتي وطرحت عني ناموسك برأيي وتكاسلت عن وصاياك أنا اختطفت لي قضية الماء يا رب أنت يا سيدي حولت لي العقوبة خلاصا كراع صالح سعيت في طلب الضال كأب حقيقي تعبت معي أنا الذي سقط ربطتني بكل أدوية المؤدية إلى الحياة أنت الذي أرسلت للأنبياء من أجل مريض أعطيت للناموس عونان أنت الذي خدمت لي الخلاص لما خالفت ناموسك كنور حقيقي أشرقت للضالين وغير العارفين يا إلينا على الأرض أتيت إلى بطن العذراء أيها الغير المحوى إذا أنت لله لم تضمر اختطافا أن تكون مساويا لله لكن وضعت ذاتك وأخذت شكل العبد وباركت طبيعتي فيك أكملت ناموسك عني
أريتني القيامة من سقطتي، أعطيت إطلاقا لمن قبض عليهم في الجحيم، أزلت لعنة الناموس، أبطلت الخطية بالجسد، أريتني قوة سلطانك، وهبت النظر العميان، أقمت الموتى من القبور، أخضعت الطبيعة بالكلمة، أظهرت لها تدبير تعطفك، احتملت ظلم الأشرار، بذلت ظهرك للصياط، وخديك أهملتهما للطم، لأجلي يا سيدي، لأجلي يا سيدي. خزي البصاق لم ترد عن وجهك، حتى على الصليب أظهرت عظم اهتمامك بي، قتلت خطيئتي بقبرك، أصعدت بكورتي إلى السماء، أظهرت لإعلان مجيئك، هذا الذي ستظهر فيه لتدين الأحياء والأموات، وتعطي كل واحد كنحو أعمالي. يا رحمتك يا رب، وليس كخطايانا، واكتب أعمالي طبقا لأقوالك، أنت الذي أعطيتني هذه الخدمة المملوءة سرا، أعطيتني إصعاد جسدك بخبز وخمر. No, Allah.
في أسلمت ذاتك بإرادتك وحدك وسلطانك، خست خبزا على ذيك طارتين اللتين بلا عيب ولا دنس، الطوباويتين المحييتين. نؤمن أن هذا هو بالحقيقة. آمين. ورد لفوق نحو السماء لك الله بواسيد كل أحد وشكر. آمين. باركه وقدسه. آمين. نؤمن ونعترف ونمجد. وقسم وأعطاه تلاميذ القديسين ورسلت للمكرمين قائلا خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو الجسد الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا، هذا اصنعه لذكري. هذا هو بالحقيقة. آمين. هكذا ضين الكاس بعد العشاء مزج مع عصير كرمة والماء وشكرا. آمين. باركها. آمين. وقدسها. آمين. وأيضا نؤمن تلاميذ القديسين ورسلت للمكرمين قائلا خذوا اشربوا منه كلكم، لأن هذا هو دم الذي العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا، هذا اصنعه لذكري. هذا هو أيضا بالحقيقة. آمين. كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي، تعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن آجي. آمين. 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 بموتك يا رب نبارك. ففيما نصعد كلام مقدسة قيامة من الأموات صعود إلى السماوات وجلوس عن أمينك والآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف مملوء مجدان، نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال. اسجدوا لله بخوف ورعدات، نسبحك نباركك نخدمك يا رب ونسجد
أعود لك فلننصت آمين. نسألك رب إلهنا عبيد الخضر المستعقين نسجد لك مصلاة صلاحك بحيث روح قدسك علينا وعلى هذه القلبين الموضوعة يطهرها وظهرها قدسا لقدسيك. هذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له نؤمن. هذه الكاس دما كريما العهد الجديد الذي له ايضا نؤمن. يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدى لكل من يتناول منه. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. اجعلنا كلنا مستحقين يا سيدنا بقدساتك طهارة لنفسنا وأجسادنا الواحدة كي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا ميراثا مع جمال القدس يرضاك منذ البدء. أول أسقى رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. يا رب ارحم. هذه اختنا بذمك هذه مسعى قفصها بالسلام وجميع الاساقه فان في اذكار الرسل في خدمه الرسول ام بديفين. صلوا من اجل رئيس كانتنا الباب لم بتدرس ثاني باب وبترك الرئيس ثقافه المدينه العظمى الاسكندريه واخير الروح في الخدمه الرسوليه ام بديفين وسائر ثقافتنا الأرثوذكسية. يا رب ارحم. والذي نفس معك معقب استقامة أنا بعد أشعر وإذا رحقتك بسلام أسكر رب القماوس وخصوص الشمامسة. صلوا من أجل القماوس والكسوس والشمامسة والأبز يقنين وسبع طغمات كنيسة الله. يا رب ارحم. وذا الخدام كل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل. اذكر رب خلاص هذا المعدل كذا المعدى كل ديارة آبائنا الأرثوذكسيين. صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديرة. يا رب ارحم. الساكنين فيها بإيمان الله تهفض منها ثم عشرة السماء في هذه السنة باركها. اطلبوا عن أهواء السماء وثمرات الأرض والشجر والكروم وكل شجر مثمرة في كل مسكونة لكي يبارك المسيح إلهنا ويكملها سالم بغير ألم ويغفر لنا خطايانا. كليا ليسون كليا ليسون كليا ليسون. أصعد كمقدارك نعمتك فرح وجه الأرض ليروح أرضها وتكثر أثمارها وأعد لزا والحصاد ودبر يا رب حياتنا كما يليق. باركي لسان بصائر مغل فقراء شعبك نجر ملا واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كنا نرجوك ونطلب اسمك القدوس. أعنا الكل تترجاك تعطيهم طعاما في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكام يكون الكفاف في كل شيء في كل حين نزداد في كل عمل صالح. يا رب ارحم. اذكر رب
الذين قدموا لك هذه قرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السمائي. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا يا رب ارحم. لأن هذا يا رب أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل بعض جميع القديسين ذي الأرض وكم منذ الباد أبانا القديس ورأس الأباء والأنبياء والرسل والمبشرين والمنجلين والشهداء المعترفين وقضى أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثر القديس والمجد العذراء كل حين ويتلا قديس طرى مريم أطول الكلمة بالحقيقة والقديس عن الصاب الصاب والشهيد قديس فوس الشمس والشهداء ناضي إلي مرقس رسول طار والشهيد والبطر قديس ويلس ومعلم أدسقورس قديس نستر وصيد وقديس بطرس رئيس والكهنة خاتم الشهداء والقديس عبيد فم وقيثادوس وقيثافيلوس وقديس ديمتس وقديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس إغورس ناطب إليا قديس ورسان عجيب والقديس إغورس أرماني والثلاثمائة وثمان عشر مقتهم بنقيا والمائة خمسين بقسطنطينية والمائتين بأفسس أبا نزيق عظيم أما طنيوس البار أما بولا وثلاث مقاهات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبا نسوق مسابان مبشور الكامل حبيب مخلصنا الصالح الأنبا برام أصفه مجيز البابا كولوس السادس كل ما صف قديسيك هؤلاء بصلات مطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا نجل اسمك القدوس الذي دعي علينا. قارئون فليقولوا أسمى أبان البطارق القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا. أتم المقدسة فلتكن معنا آمين المجد لك الذين في كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقوا تنحف من المسيح أذكر بأنفس عبيدك أبونا القمس يوحنا تدرس لولو مجدي تريز عياد صبحي منسي فلتس مراد بخيت بديع فرح شنود إسحاق سعد إسحاق رزق كريا ليسون نيح نفوسهم في أحضان أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علم في موضع خذ ألماء الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي هرى من الحزن والكاب والتنهد في نور القديسين يا رب ارحم يا ليسون أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم
نيحهم في فردوس النعيم في كرة الحيلة بات في أورشليم السمية في ذلك الموضع نحن الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك وانعمنا بسلامك إلى التمام كما كان هكذا يكون من جيل إلى وإلى ظهر الدهور آمين واهدنا إلى ملكوتك لكي بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد وتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم مبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب وروح القدس بركة وسلام لجميعكم ولروحك أيضا أيضا فلنشكر الله الآب ضابط الكل بربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا للآن أن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع يدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس هو أيضا فنستوي أن يجعلنا مستحقي شكة وإسعاد صلي غير الميت آمين جسد المقدس نسجد لجسدك المقدس دم الكريم ولدمك الكريم لدن المسيح ضابط الكل الرب إلهنا آمين آمين صلوا يا رب رحم بركة وسلام لجميعكم ولروحك أيضا كلمة الآب إله الذي قبل الدهور رئيس الكهنة الأعظم الذي تجسد وتأنس من أجل خلاص جنس البشر دعا له من جميع الأمم جنسا مختارا مملكة وكهنوتا أمة مقدسة وشعبا مبررا كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب رحا إذا أرسلت الروح القدس على الرسل يوم الخمسين حل عليهم مثل أسنة نار منقسم على كل واحد منهم ملأهم من كل معرفة كل حكمة كل فهم روحي كوعدك الصادق وتكلموا بكل اللغات وبشروا باسمك القدوس في جميع الأمم أما بطرس وبولس الرسولان فكان ظل أحدهما يشفي الأمراض كانت عصائب ومناديل الآخر تذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة وبعدما كرزوا بإنجيل الملكوت وعلم الأمم سفك دمهما من أجل اسمك القدوس نالك للرسولية وإكليل الشهادة كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب برحا فيا من أنعم على تلاميذ القديسين ورسل المكرمين بعد الروح القدس المعزي عليهم
أعطاهم السلطان أن يصنعوا الأشفياء والآيات والعجائب وبشرونا باسم القدوس وردنا إلى من الحقيقي بالثالوث الأقدس. نسبحك ونباركك ونمجدك ونشكرك لأجل هذه النعمة العظيمة ونسألك يا سيدنا أن تنعمنا لبوفان خطايانا وتطهر قلوبنا وأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر نكسر بدالة مار خوف نصرخ نحو أبيك الصالح القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين بخريستوس يسوس Kereyo ekle nahti no byon so شكرا لك رب على عطيك شكرا نعمتك شكرا على قوة القدس املانا من خوفك املانا من روح القدس النهاردة رب كلنا نمتلئ رب في ملء البركة فيك يا رب يسوع يا رب حل سلامك في البيوت يا رب والمشاكل يا ملك السلام أنت رب تصنع أنت رب مرضى شعبك رب بنا مكرم اسكرب اجتماعاتنا باركة خلص حقا مع روحك تنصد بخير وفي الله امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم قدسات القديسين باك رب يسوع المسيح ابن الله القدوس روح القدس امين واحدا والاب القدوس واحدا والابن القدوس واحد والروح القدوس قدس دمك يمحق إلى يسوع المسيح ابن الله آمين آمين مقدس وكريم قدس دمك إلى يسوع المسيح ابن الله آمين آمين جسد من الهذا بالحقيقة آمين حقا Amen.
أؤمن 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 أعترف النفس الأخير أن هذا جسد المحلة أخذ ابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا مخلص يسوع المسيح من سيدنا مكدة الطاهرة مريم كعلى واحدة مع الود بقطات أمزاج ولا تغيير وعطفت بحسن بنصبون تسلموا على الصليب بيراتوا عنا كننا بالحق أؤمن وأتفقنا صوته لحظة ورا طرفت عيني وعطى عنا خلاص وفنا خطايا حياة بدلكم ما يتناول منه أؤمن 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 أن هذا بالحقيقة أمين 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 أؤمن 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 أن هذا بالحقيقة أمين اطلبوا عنا معنى الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم رتلوا بنشيد قائلين الليلويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأثرار المقدسة السمائية يا رب ارحم Doksa zikere Doksa Amen.
طائب شاين تتعلمت نشتي اسمو ايروف خين او اسمي انصال مويرم إن أبصالتي غيون نمو كثارة اسمويرم خينها أن كم كم نمان اسمو ايرون خينا انكب نمو ارغانون اسمو ايرون خينا انكي امضالون نسيتو اسمو ايرون فنان كيوالون انت او ايش ليلوي ايني فيني فين مارو ازمو تيرو ابراني مبشويس بين نوتي سبح الله في جميع قديسين سبح في جلال قوتي سبح على مقدرته سبحك كسرات عظمته سبحه بصوت البوم سبحوا بدفوف وصفوف سبحوا بأوتار وأرغو سبحوا بصنور حسنات الصون سبحوا بصنور تالي الكل نسمع فلتسبح اسم الرب الليلويا أذوك سبت ريك أيوك كأجيو ابن أغماتيك كنين كأي كسوسي هللويا ذوق صيون سيون إيمون هللويا
هللو يا إيسوس بخريسوس بشيري اللهنا أينا جيفس ماروت إن جيفيوت نمف شيري نم بي ابن اغما إذ أوب تي أتريس إجي كولتن أشتم موز تنتي أونس أصمن توكي ريو إن دوكسوس أر دي دوكسوس أنيل سونيس أورانوس أكسيتون بارك ليتون تو ابن الماتيز ألي سيا آمين هللويا مارينوس إبشوي جيخينو أو أرابيتشي فلنسبح الرب لأنه بالمجد تمجد صعد إلى أعلى سماوات وأرسل لنا Son Oranon Ketin Gin Anel Soniet Oranon Aksiton Baraklito
هللويا Seos, seos, seos.
بسم الله ابن القاسم أمين. تنبيهين، ثلاث تنبيهات قبل ما نسمع كلمة ربنا. منطقة الأمجاد السماوية مرحومة لولو مجلي، أخت دكتورة مجدة مجلي الشامي، وأخت دكتور أخت مجدي دوس العزاء بعد قداس في كنيسة تحت. ربنا يعزي الأسرة، هي انتقلت في مصر الأسبوع اللي فات، تعزياتنا وروح القدس يملاهم من عزاء ربنا. تيكتس للجالة هتبقى تحت موجودة النهاردة، النهاردة آخر يوم، لأن الجالة الحد اللي جاي إن شاء الله من 4-8 بعد الظهرية. الأسبوع اللي فات كان عندنا مؤتمر عائلات وفي بنسلفانيا، وكان معانا دكتور مجدي إسحاق كان متكلم، كان معانا حوالي 70 أسرة. ونشكر ربنا على كل حاجة عملها في المؤتمر ده، من أول وصولنا والكلمات والتزام الناس والفايدة الروحية والمحبة والسلام اللي كان موجود. ونصلي للخدام اللي رتبوا اليوم ده، ونصلي كمان للخدمة اللي اتزرع من يد الله كده، ما يروحش ايه هباء، لكن يثمر 60 و30 وايه و100. نقرأ انجيل النهاردة بسرعة، ربنا يدينا كلمة. بسم الله ابن القاسة أمين. أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس، فاقتاده الروح في البرية 40 يوما يجرب من إبليس، والمجد له دائما أبديا أمين. إيه علاقة إنجيل النهاردة باللي إحنا بنصومه الأيام دي؟ إحنا بنصوم صوم الرسل. من بعد عيد العنصرة الكنيسة تصوم صوم الرسل إلى عيد استشهاد القديسين بطرس وبولس يوم 12 يوليا. إيه علاقة الإنجيل النهاردة بالروح القدس؟ كتاب يقول النهاردة يسوع رجع ممتلئا من الروح القدس، اقتاده في البرية 40 يوم ليجرب من إبليس.
يوم 50 الروح القدس ملا الكنيسة. يوم 50 بعد الانتظار 10 أيام الروح القدس حل على التلاميذ، حل على الكنيسة، ملا الكنيسة من ببساطة خالص الله. ملاها منين؟ من الله على الأرض. ليه؟ لأن الروح القدس هو روح مين؟ روح الله. سيد المسيح قال خيرا لكم أن أنطلق، إن لم أنطلق لا يأتيكم مين؟ المعزي. وقال متى جاء ذاك فهو يمكث معكم، يجد راحة، يقعد، مش بس كده كمان، لكن يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم، ويأكد ويقول لا أترككم يتامى. احنا مش يتامى ليه؟ لأن الله أرسل روح ابنه فينا. مين احنا؟ بعد المسيح بقينا أبناء، ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح القدس فيكم صارخا يا أبا الآب. الروح القدس هو اللي عمل لينا وفينا الاتصال الدائم بالله بناء على ما عمله السيد المسيح من عمل خلاصي على الصليب وبالقيامة. يعني ايه بقى امتلئوا بالروح؟ النهارده المسيح كان ممتلئا بالايه؟ بالروح. يعني ايه امتلاء بالروح؟ اول كلمة، كلمة امتلاء كلمة كبيرة جدا. ليه؟ لأنه كل واحد فينا عبارة عن إناء، الإناء ده ملياه حاجات، ما ينضح من هذا الإناء يعبر عن ما هو مالئ كل إيه؟ إناء. يعني الإنسان نفسه من بره باين جسده، لكن ما ينضح به يعبر عن ما إيه؟ يملأه. نقول كم آية نوضح. الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج صلاح. طب والشرير من كنز قلبه شيء يخرج الإيه؟ الشر. هنا واضح إن الخروج هو نتيجة للامتلاء. واحد لسانه وحش، المشكلة مش في لسانه الوحش، المشكلة في قلبه اللي ايه؟ اللي وحش. واحد غلاط، واحد شتام، ايه المشكلة؟ فعله ده نتيجة امتلاءه بالفكرة والعمل اللي ادى لهذه الايه؟ الفعل. فاحنا قاعدين كده عاوزين نفكر، يا ترى احنا مالينا ايه؟ اللي مالي فينا بالزيادة هو اللي حيبان. يعني واحد ممتلئ بالمحبة لنفسه، إيه اللي حيبان فيه؟ في كلامه نفسه. واحد ممتلئ بالشهوة هيبقى عبارة عن إيه؟ شهواني. واحد ممتلئ بمحبة المال هتبقى كل حاجة مالها بالمال. إحنا عبارة عن أواني مليانة حاجات. قديس بولس قال حاجة جميلة قوي علينا كلنا، قال فإني عالم أنه ليس في أي في جسدي شيء صالح. أم الآخر كده ببساطة، إحنا كلنا أوانينا مالها مليانة حاجات مالها مش كويسة. طب الحل إيه؟ نفني الأواني دي؟ الله لا يفني الأواني. طب نحاول ننظفها بإيدينا؟ الناموس حاول كده، عمل إيه؟ وكل واحد فينا إلى الآن بيحاول ينظف إناءه بنفسه هيوصل النتيجة الصعبة دي، مفيش حاجة مالها تنظف. أمال إيه الحل بقى؟ يجي الابن يصنع إناء جديد جوانا، ويحط جوه الإناء ده مين؟ روحه. فيبقى جوه إناءك ده في إناء تاني يخص مين؟ الله.
كل ما تملى فيه كل ما إناءك أنت ماله يختفي يوم عن يوم. ونحن جميعا رأينا مجده مثل مجد ابن الوحيد مملوء نعمة وإيه وحقا. ومن ملئه قول معي الآية ها، نحن جميعا إيه أخذنا من إيه ملئه، هو مش ملئنا إيه إحنا. جميل في الله بقى إنك تاخد منه ولا ينقص منه أي شيء، لأن هو ماله لا ينقص. واللي عند الله من ملء الكل واحد فينا لا ينقص أبدا. وده الغنى اللي المسيح فتحه للكنيسة بعد الصليب والقيامة والصعود، قال أنا حديلكوا الحاجة اللي تملى الإيه الكل، روح الله القدوس. في العهد القديم روح القدس كان يحل على ثلاث أنواع من الناس: على النبي يديله رسالة، على الكاهن يديله خدمة، على الملك يديله قيادة، ورابع كمان على القاضي يديله عمل. لكن في العهد الجديد روح القدس سكن في البشر ولن يبرح الايه البشر. تقول لي يعني كل اللي قبلوه؟ ايوه. امال ايه اللي فينا ده؟ امال ليه احنا ملئنا بينقص؟ اقول لك احنا بعاد عن الملء بالروح القدس. ناخد اربع نقط عشان نعرف بالظبط كيف نمتلئ من الروح الايه القدس. اول حاجه ببساطه، الروح القدس لا ياتي لمن لا يطلبونه. ان كنتم وانتم اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيده، فكم بالحري يعطي الاب الروح القدس للذين يسالونه. قبلها قال الايه اللي كنا عارفينها: كل من يسال ياخذ ومن يقرع. يعني ايه طلبتنا الاساسيه في الصلاه؟ مش الاكل والشرب والنجاح ونجح عيالي وحل مشكلتي، كل ده ربنا بيعمله هيعمله. لكن طلب ربنا مستنيه مننا كلنا، املانا منين؟ من روحك. عارف الروح ده ايه بس بالظبط كده؟ انفاس الله. الله لما يحب يدي حياه هو ده روح القدس. فإذا طلبنا في صلواتنا كل شيء وانا نطلب روح الله، احنا لسه مالنا بعاد بعاد خالص. التلاميذ قبل يوم الخمسين قعدوا 10 تاني يعملوا ايه؟ بيقولوا ادينا ادينا، انت وعدت انك ترسله، احنا مالنا مستنيين، اعمل يا رب ادينا ادينا من ملئك يا رب، ادي من الروح القدس في قلوبنا وأوانينا عشان تصنع فيها يا رب ما تريد أن تصنعه. أدي أول حاجة، الروح القدس يطلب يطلب. تاني حاجة، الروح القدس يعطى في الصلاة. في أعمال الرسل يقول صلوا وتزعزع المكان وامتلأ الجميع من الروح الإيه القدس. وانت بتصلي الله يملأك من روحه. أنا دخل أصلي وقلبي مليان أفكار وقلق وخوف، يملأك من روح السلام. أنا داخل أصلي وعندي قرار لازم أخده مش عارف أعمل، يملأك من روح الحكمة. روح القدس غزير جدا، ليس بكيل يعطى الله الروح، ليس بكيل، ما عندوش كيل، لأنه الروح لما فكر الروح لا يحد في مكان. الروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أولاد مين؟ الله. فإزاي أصلي ولا أمتلئ بروح القدس؟ كل مرة تصلي، بص الكنيسة صلاة في الساعة الثالثة نقول إيه في القطع: أيها المالئ أيها الكنز الملك السمائي، قول معايا: روح الحق الحاضر والمالئ الكل. قول معايا: كنز ومعطي. عارف انا ليه مش صالح؟ عشان الكنز جنبي وبعمل ايه؟ بطلبوش. كنز الصالحات، كل صلاح يخدم روح القدس ومعطي الحياه
هلما تفضل وايه اهو كده. دي الطلبة تدريب صغير في صومك الرسل كده، الساعة 9 كل يوم قول قطع الساعة 3 كل يوم كده، قول له الدين يا رب انه في الساعة اللي انت فيها جيت للتلاميذ وديتهم روح قدس يحل فينا وفي الكنيسة مرة اخرى، يملانا مرة اخرى. روح قدس يطلب، روح القدس يعطى في الصلاة، روح القدس يعطى في كلمة الله كمان. فأعمال 10 يقول قصة جميلة، بطرس راح بيت كرنيليوس أول أممي يؤمن بالمسيح، يقول وبينما هم يسمعون الكلمة، كلمة قدس بطرس، امتلأ الجميع من الروح الايه قدس. يلي بعيد عن كلمة ربنا إناءك هيفضل طول عمره فاضي. من يقرأ الكلمة يمتلئ بروح الكلمة. تقول لي مش فاهم، وانت بتقرأ يفهمك. حكيت له القصة دي كذا مرة، شخص بسيط في الصعيد كان بيروح يعترف عند أبونا وكان أمين في اعترافه، فأبونا قال له اقرأ التكوين وخرب حاجات حلوة، وقرأ خروج وخرب حاجات حلوة، وقرأ اللويين، بقى الدنيا قفلت مع الراجل خلاص مفيش. فراح لابونا قال لابونا قريته ولا فهمت ولا حاجة، بس حاجة واحدة بس طلبتها وانا بقرأ السفر ده. قال له ايه؟ قال له كل شيء يقول وقال الرب لموسى، وقال الرب لموسى. قلت له يا رب ما تعمل تقول له موسى، ما تقول لي. قال له عمل معك ايه؟ قال له قال لي كلمني، قال لي قال لي. الكتاب المقدس يملأ الإنسان بروح الله. الكتاب المقدس هو كلمة الله، والكلمة دي كلمة حية، حية بإيه؟ بالروح، حية وفعالة. إيه اللي مخليها فعالة؟ روح الحياة. عشان كده الكتاب المقدس أساسي، أساسي في الامتلاء بالروح الإيه؟ القدس. بس أقول لك حاجة أخيرة عشان أظبطها بس، قال يعطي الروح القدس الذين يطيعونه. اللي بيقرأ ويقول ايه حاضر، يحصل له ايه ده؟ ياخد. لكن اللي بيقرأ ومجهز على اللقة هيفضل الكلمة كده وإناء أكماله فاضي. بسمع وعظات جميل، تقرأ كتاب مقدس لقة غلط. طول النهار بسمع وعظات جميل جدا، ترى كتاب مقدس لوحدك لا، الامتلاء مش موجود. احنا بنستعجب من الناس اللي بتقرا عن الله لكن لا تقرا كلمه مين الله. غريبه، في عصر التكنولوجيا اسهل حاجه دوس على الزرار، لكن احلى حاجه اركع وافتح الايه كلمة وقول له اعطيني من كلامك ايه يا رب. الروح القدس يسأل في يطلب، الروح القدس يعطى فين؟ ها في الصلاة. الروح القدس يعطى فين؟ في الكلمة. اخر حاجة الروح القدس يعطى في التسبيح، يعطى في التسبيح. في اعمال 16 قديس بولس وسيلة كانوا مسجونين، يقول لك وبينما هم يصليان ويسبحان السجن اتكسر، وجل حارس السجان فيليبي وروح الله راح خبطه كده وقال له اعتمد وتوب. تسبيح، نقعد نسبح ونرتل. الكنيسة بتاعتنا مشهورة بالتسبيح، ليه؟ وسيلة امتلاء. احنا بنسمع ايه كام حاجة في اليوم؟ كتير. بنغني ايه في اليوم؟ بص الكنيسة يقول ايه، ليكن النهاردة في البولس، ليكن لكل واحد مزمور، ويقول ايه مترنمين لله في قلوبكم بمزامير وتراتيل واغاني روحية. في اغاني روحية طبعا، في اغاني طبعا طبعا، في اغاني روحية. يلا كده واحنا بنرتل في الصيام ده الترنيمة الجميلة، فلنسبح اسم الرب انا بالمجد ايه تمجد. قول يا رب لساني ده اللي اتعود يغني اغاني، مش اغاني بس نكد واغاني، لا
أغاني كآبة ساعات، في ناس تحب أغاني الكآبة، يحبوا الكآبة، يموت في الكآبة. طب والفرح؟ لا ده إذا جه لازم هيتاخد. يا ساتر يا رب، ما فين فرح الرب هو إيه؟ فين الكلام ده؟ فين الكنيسة اللي وهي راح تقدم الشهادة كانوا بيرتلوا ليل نهار، امتلئ بالتسبيح لكي تمتلئ بروح الايه القدس. يلا معايا بسرعة، الصيام ده جميل جدا. اوعى تقول لي بقى ده الصيام بتاع الكهنة بس، عند الصيام ده بقى طويل حبتين. يا رب الدنيا نبص عليك مش على الصيام، فلما نبص عليك نصوم بإرادتنا وأكتر من المطلوب كمان يا رب. اللي بيحب يعدي القانون، تفهميني؟ اللي بيحب ماله يعدي القانون، اللي بيحبش قانون يخنقه. اللي بيحب بص على المسيح وقول له ملاني من روح الطاعة للكنيسة في الصوم، وديني قوة من عندك أصوم تصوم. لكن اللي حيبص قولك ده الحمد لله، ده أرحم من اللي فات، اللي فات ما فيهوش سمك، ده في سمك، ابقى قابلني هتطلع منه مليان سمك، لكن مش مليان بإيه؟ بروح الله. صدقوني بحزن لما بلاقي جوه الكنيسة مؤمنين ومنكلم على الصوم في الأكل والإيه، التلاميذ بالصوم. اسمع كده أعمال 13 آية خطيرة، خطيرة الآية دي. وبينما هم يخدمون ويصومون قال روح القدس لهم افرزوا لي برنابا وشاول. ايه الكلام ده؟ هو في صوم في خدمة من غير صوم؟ الخدمة عبارة عن ايه؟ بناء ملكوت الله. ضد مين؟ ضد ملكوت ابليس. وده ما تصملوش، ده عندك مشكلة في بيتك بقالها سنين، صمت لها شوية؟ ولا احنا هبقى فيه عند الصوم بس في حتة الايه؟ احنا هنفقد ايه؟ مش هنمتلئ بايه؟ يا روح الله قول معايا، يا روح الله مش سامعك، قول يا روح الله املاني، املا انائي، املا حياتي، املا افكاري، انت الملء الحقيقي، ليك المجد للابد امين. ربنا يفرح قلبك وامين. Amen. Alleluia. Doxa patrike. Eioke. Agium neomatike. Ninkai. Onastone. Onala. Mintinos. Evo. Lingo. Emojeo. Benchois. Via Christos. Esmo. Enia. Erented. Vemare. Pecnainem. Tekirin. Oien. Soften. Bekleos. Sotiemon. One I know, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ye evlogison, amin, esmo ero, esmo ero. Stime tonia con, ye evolgo en pie esmo. Amin, es eshobin. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. إعلان أخير، يوم 15 يونيو يوم 15 الجمعة عندنا اجتماع صلاة بالليل من 7:30 ل 10:30 بالليل. الجو اتحسن، يا ريت اللي فين يقدر يجي الجمعة 15 من 7:30 ل 10:30 بالليل. ربنا معاكم وصلوا لنا.